رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال الصلوات تسمو بالروح لمولاها. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، طبتم بالخير أيها الكرام، وطابت أيامكم بنفائح نسمات رمضان المبارك الذي أهله الله علينا. نسأل الله تعالى أن يجعله شهرا للخير وللبركة وللعفو والرضوان وللتسامح ولتسامي أخلاق الناس. إخوتي وأخواتي الكرام، يا من تسمعون هذا الكلام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى في آية كريمة حكيمة أخرى مذكرا عباده المؤمنين الخاشعين المتقين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الكرام، في هذه المحاضرة المباركة أرجو أن تعيروني مسامعكم وتصغوا إلي بعقولكم وقلوبكم قبل آذانكم. سأتحدث بإذن الله تعالى حول فوائد وحكم رمضانية في تشريع الصيام. ولو أتينا إلى هذا الشهر وما يتراتب فيه من أعمال الخير التي أمر الله تعالى به وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يريد بنا إلا الخير والرحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: إنما أنا رحمة مهداة. أيها الكرام، رمضان كله نسائم خير ورحمة وفضل وبركة من الله تعالى، ورمضان هو لخير الناس. الله مترفع ومتسام عن الحاجة إلى صيامنا أو إلى صلاتنا أو إلى طاعتنا، بل أن من فضل الله كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن لله في دهركم نفحات فتعرضوا إليها. نعم، هناك أيام قد فضلها الله وأشهر قد فضلها الله على غيرها، كالاثنين والخميس مفضل على غيره، والجمعة وأشهر كشهر رمضان مفضل على غيره، وهناك كذلك أماكن فضلها الله كالكعبة والمدينة المنورة وغيرها من أماكن التي خصها الله سبحانه وتعالى بعظيم الفضل أكثر من غيرها. هنا أيها الكرام، رمضان جعل الله تعالى فيه ميزات وخصها ليعود بالنفع والخير على عباده المؤمنين المتقين. فما تقدموا من خير
أيها الكرام، لأنفسكم ستجدوه عند الله تعالى، وستلقونه مكتوبا في كتبكم، وسواء في الدنيا يعود خيره وبركته وفضله عليكم أم في الآخرة وفي البرزخ في القبر. ولو أتينا إلى الحكم الرمضانية وإلى الفوائد من مائدة الرحمن في رمضان، في كل كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الحسنة عند الله في الأيام العادية بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، الله يضاعف لمن يشاء. أما في رمضان، قال الله تعالى في الحديث القدسي فيما يرويه نبينا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي لم يجعل الله تعالى حد للصوم. لماذا؟ لأن الصوم خالصا عبادة محض، خالصة بين العبد وقلبه وبين ربه، فقد يفطر الإنسان عن أقرب الناس. لذلك من لم تصم جوارحه كما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان وكان صوم أحدكم فلا تجعلوا رمضان كغيره من الأيام والأشهر، فإن صام أحدكم فلتصم جوارحه عن الحرام، عن الوقوع بما حرم الله تعالى. فرمضان تهذيب للنفوس وتشجيب وتطيب للخواطر. لذلك لو نجد من الدقة المتناهية في صوم العبد، بداية يستشعر فقر أخيه المسلم، بداية تشعل جذوة الإنسانية في قلب المسلم، فقد يكون كثرة الشبع وكثرة الغنى تميت القلوب وتجعل الأحاسيس بليدة، لا نستشعر الفقراء ولا نستشعر هؤلاء الذين ربما لا يجدون قوت يومهم، وربما كثير من الناس لا يستطيع أن يسد رمق جوعه وعياله. لذلك جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر التكافل الاجتماعي. لو نظرنا إلى القوانين، لو نظرنا إلى ما شرع من أنظمة، كلها تدعي بحقوق الإنسان وبما يتوجب وبما يكون، لكن لم يأتي قانون لا وضعي ولا في أي ديانة غير الديانة الإسلامية بما أتى به الإسلام. هذه النسائم التي جعلها الله تعالى تهب في رمضان، والنفحات التي من الله بها على عباده، هي بالتالي تعود بالنفع والخير. فما قدم المسلم من خير فإنما يقدمه لنفسه. هل نويت أن تصوم كما أرادك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنك نويت أن تعمل الرجيم أو الدايت؟ إن نويت أن تعمل الرجيم أو الدايت فامتنع عن الطعام والشراب ومواقعة زوجتك فقط، لكن إن نويت أن تصوم بحق فليكن صيامك كما أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقل إني صائم. نعم، لا رفث ولا فسوق ولا كل ما يرضي الله، ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في رمضان، أن تمتنع وتصوم كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هجر ما حرم الله تعالى. ولذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لما هاجر إليه، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. إن كانت الهجرة لله ولرسوله فإن أجره وهجرته تقع على الله ورسوله. لذلك أيها المسلم الكريم،
اعلم أن بعض الناس يتمنى أن ينقضي اليوم سريعا في أيام رمضان، وكأن رمضان لا يعد من عمره، بل البعض يقضي رمضان كله نائما بالنهار مستمتعا بالألعاب وبالتسالي في المسلسلات والأفلام والبرامج ليلا، وكأن رمضان شهر للتسلية لا شهرا للتقرب إلى الله، لا شهر لطاعة الله، لا شهر للإحساس بهموم الأمة. ونحن اليوم إذ ننظر إلى عظم الهجمة على الإسلام والمسلمين، وأقرب ما يكون ما يقع الآن على بلاد المسلمين من تكالب كما قال صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ يومئذ قال: لا، أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، أي كثرة كالزبد، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس هنا فيمكث في الأرض. نعم، لذلك حري بك أيها المسلم أن تهتم كما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وفي تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما أهلنا اليوم بغزة عنا ببعيد، فما نراه من تقتيل وتشريد وتجويع هو والله حق أن نتضامن معهم. ونحن في رمضان قد نصوم من الفجر إلى المغرب، ننتظر ما لذ وطاب في موائدنا وفي سفرنا العامرة بالطعام الشهي والشراب اللذيذ من أنواع المشروبات الشرابت والعصائر والغازية وغيرها، لكن هناك أناس يتضورون جوعا في غزة، تتقطع أكبادهم، بل تكاد أجسادهم تتقطع، بل بالفعل تتقطع بصواريخ الظلم والتعدي وبصواريخ العدو الإسرائيلي الصهيوني ومن والاه من أمريكا والغرب المجرم هنا ومن حالفهم من حكام المسلمين والعرب المتقاعصين المتخاذلين. هنا يأتي دور الصيام. لو نظرنا أخي الكريم إلى عموم معارك التحرير في الدين الإسلامي في الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين المهديين من بعده والتابعين وقادة المسلمين، وجدنا أكثر الغزوات والفتوحات الإسلامية التي فتحت مشارق الأرض ومغاربها وقعت في رمضان، ولله در أهل بدر، فهذه الغزوة أكبر غزوة وقعت هي في بدر التي جعلها الله سبحانه في بدر في رمضان التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأسماها يوم الفرقان. لذلك أيها الكرام اعلم أياما تسمع اليوم هذا النداء أن الصيام هو عبارة عن بذل الجهد تلو الجهد، لا شهر للتواكل على الراحة والتكاسل والتقاعس، هو شهر يمر من عمرك فيه ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى في ليلة القدر: خير من ألف شهر، قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. بالله عليك قل لي، إن قضيت رمضان عبثا ولهوا فمتى ترجع إلى الله؟ ورسالة إلى كل من وقع في حبائل الشيطان: اجعل ولو في رمضان بابا مفتوحا مع الله تعود فيه. وكذلك إلى مرتادي المساجد الكرام: لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم الذين أقبلوا إلى الجوامع وإلى المساجد، ولا توصفوهم بصفة أنهم عباد رمضان، لا، بل قولوا لهم: حياكم طبتم أهلا ونزلتم سهلا، عسى أن يتوب الله عليهم. و
وحاولوا أن تتواصلوا معهم وتكسبوهم ليكونوا روادا دائمين للمساجد، مبتعدين عن المنكرات، مبتعدين عن الموبقات. لربما يطول الحديث ويتسع، فحكم رمضان عديدة وفوائده متشعبة، ولكن نقتصر على ما ذكرنا وندعو إلى كل من يسمع النداء اليوم، ونقول: اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، يا رب العرش العظيم، اللهم ندعوك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. عجل اللهم بنصرك لأهلنا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجعلنا ناصرين لهم، اللهم يا ربنا أصلح حال ولاة أمورنا للعمل بشرعك وقرآنك، واحفظ أمة الإسلام أجمعين، واحفظ عراقنا، واحفظ محافظتنا الأنبار، واحفظ كل المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم يا ربنا إنا ذنبنا وأخطأنا وقصرنا في حقك، فأنت العفو الغفور. اللهم تقبل منا واعف عنا وارحمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام.